طيب خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ نشوف هيقول لنا ايه عن ما حدث اليوم. خلينا نروح نشوف زميلنا فاروق صلاح ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ. كل تحية لك كابتن اسلام وللكابتن شريف عبد المنعم وللكابتن احمد بلال. معي في هذه الاثناء نجم النادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، قبل ما اتكلم على التقسيمه، ايه رايك في المباراه؟ يعني خليني اقول بس في تعليمات من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب للجهاز الفني والاداري واللعيبه، ممنوع منعا باتا الكلام عن المباراه، لا في التلفزيون ولا تصريحات ولا سوشيال ميديا ولا اي حاجه خاصه بيك خالص، سواء كان صفحتك على الفيسبوك او ايا كان في وسائل التواصل الاجتماعي، ممنوع لاي حد في الجهاز كله، الجهاز الفني، الجهاز الاداري، اللعيبه. بلغت الكلام ده للعيبه بعد اللقاء او بعد ما قبل التمرين مباشره. ممنوع اي لعيب يدخل مداخله، ولا ممنوع اي لعيب يدي حق على اللقاء، وممنوع اي لعيب يتكلم عن اللقاء، ممنوع اي لعيب يلمح للقاء، ممنوع اي حد في الجهاز الفني، ممنوع للجهاز الاداري، ممنوع لي انا شخصيا، ممنوع للمدير الفني، ممنوع اي حد يتكلم عن اللقاء. فلو عايزين نتكلم هنتكلم على مباراه سان داونز على طول. ممنوعات كتيره يا كابتن، نروح لمباراه سان داونز. قول لي استعدادنا للقاء ازاي وشايف المباراه ازاي؟ تعليمات رئيس النادي لازم تنفذ بالتاكيد. يعني سان داونز يعني مباراه مهمه جدا، مباراه تقيله جدا في الكوره، ان شاء الرحمن باذن الله نكون قدها وفي ميعادها. مباراه هتبقى قويه جدا على الملعب ده وعلى الاستاد ده، جمهورنا مأزرنا، جمهورنا معانا، كل انا متاكد ان شاء الرحمن هنعمل كل ما في وسعنا، ان شاء الرحمن كل نقطه عرق يعني ما حدش هيبخل عليها ابدا، ان شاء الرحمن هنرجع من بريتوريا من جنوب افريقيا باذن الله ببطاقه التاهل باذن الله، ان شاء الرحمن باذن الله يبقى لنا نصيب في البطوله دي باذن الله تعالى. يعني سيد، دايما في كلامك ورهانك بيبقى على شخصيه لعيبه النادي الاهلي، وشخصيه لعيبه النادي الاهلي مش هقول بتظهر في اوقات معينه، لا بتظهر في كل وقت. لعيبه النادي الاهلي سريعا تجاوزت مرحله وبنركز في مباراه سان داونز، شايف ان هي مباراه بتحكمها وجود جمهور النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي؟ بالتاكيد، وبكره ان شاء الرحمن 12:30 اول استعدادنا للقاء، 12:30 في مختار التتش، او النهارده على استاد القاهره كان اول استعدادنا للقاء. بكره باذن الله ان شاء الله الرحمن هيبقى الساعه 12:30 ميعادنا في التجمع. يعني ما عندناش تفكير وما عندناش كلام وما عندناش اي حاجه نفكر فيها ولا اي حاجه نبص لها ولا اي حاجه نتكلم فيها غير مباراه سان داونز ان شاء الله. مباراتين مش المباراه واحده، لكن الاول في الشوط الاول اللي هو على استاد القاهره، والشوط الثاني هناك. يعني نعدي الشوط الاول اللي هيبقى على استاد القاهره باذن الله، ثم مباراه بريتوريا اللي هي حسابات ثانيه ان شاء الله. وجود الجمهور النادي الاهلي في هذا اللقاء، وواحد من نجوم النادي الاهلي وواحد من يعني افراد الجهاز الفني اللي عاش مراحل سعيده جدا مع الجمهور، رسالتك اللي تقولها لجمهور النادي الاهلي وجوده هيكون مؤثر خصوصا على استاد القاهره. يعني مش انا اللي هتكلم على جمهور الاهلي ولا هقول له هتقول لي، انا عارف كويس قوي ان ال 30,000 ولا اللي هيزيد عن كده في استاد القاهره ان شاء الله الرحمن عارفين عايزين ايه من اللقاء، وعارفين كويس قوي بيأزروا لعيبتهم ازاي ويشجعوا لعيبتهم ازاي. ان شاء الله الرحمن باذن الله نبقى فرحانين كلنا ببطاقه التاهل باذن الله، ونواصل مشوارنا وطريقنا في البطوله التاسعه باذن الله لينا ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله الرحمن باذن الله تكون لينا. سيد، يعني بعض الجماهير بيسال على اخر مستجدات اصابات لعيبه النادي الاهلي، عايزين نعرف مين اللي هيكون موجود معانا ان شاء الله من اللعيبه المصابين في مباراه سان داونز. يعني رمضان خلاص يعني بشكل ان شاء الله الرحمن يعني نهائي هيبقى معانا بقى ان شاء الله. يعني حسابات الفنيه دي راجعه لفايلر ان شاء الله الرحمن يكون معانا في الميعاد باذن الله. هو دخل معانا بشكل يعني مش كامل بشكل نهائي يعني، لكن النهارده وبكره او امبارح والنهارده كان في المراحل الاخيره بالنسبه له في الحته اللي يخش معانا بشكل كامل ان شاء الله. بكره هنشوف الوضع عامل ازاي، لسه عندنا 4 ايام على اللقاء او 5 ايام على اللقاء باذن الله، يكون مستعد كويس رمضان صبحي باذن الله. سيد، كواحد من نجوم النادي الاهلي طبعا اتعودت في النادي الاهلي ما بيفرقش معايا هلاعب مين، والفريق بيدور على بطوله بيبقى هدفه ان انا البطوله مش هيفرق معايا، اكيد كنت على الجانب الشخصي بتتمنى مواجهه فريق سان داونز بعد كتير جدا من لعيبه النادي الاهلي كان بيتمنى مواجهه فريق سان داونز، اعتقد هي رساله قويه جدا. متحسبش كده، انا بروح للحاله اللي انت فيها او للمرحله اللي احنا فيها. 8 فرق قويه جدا قويه جدا، فخلينا نتكلم على القرعه. القرعه جابت لنا سان داونز خلاص، جات لنا الترجي خلاص، جات لنا مازيمبي خلاص، جالها اي فرقه انت مستعد ليها يعني وهتقابلها في المشوار. يعني خلينا بس نركز فيها بشكل كويس قوي سان داونز، وان شاء الله الرحمن نكون في الميعاد وفي الموعد باذن الله. فيما يخص بقى التصريحات اللي طالعه من هناك وفلان مصاب وفلان مش مصاب، اعتقد ان السنه اللي فاتت اتكلمنا في التصريحات دي عبره، فخلينا نركز احنا في حالتنا، نركز في قوتنا، نركز في حماسنا، نركز في فعالياتنا، وان شاء الله الرحمن ربنا يدينا باذن الله ونحقق نتيجه كويسه. كابتن سيد، يعني قبل ما اقفل صفحه مباراه سان داونز اللي هي الاولى، خلينا عايز اسال في نقطه مهمه جدا في المباراه الثانيه، هل تم الترتيب ان احنا نسافر، هيسافر يتم السفر بدري
شويه عن موعد اللقاء؟ ان شاء الله يعني هنسافر بدري، هنسافر يوم واحد كمان، يعني هنكون هناك في بريتوريا باذن الله يوم 2 هناك باذن الله، الماتش يوم 7 يعني، واحنا مسافرين بدري شويه عشان حته الاكسجين وكده. ان شاء الله الرحمن باذن الله نستعد كويس قوي. هي على مرحلتين، مرحله في استاد القاهره ومرحله في بريتوريا، ان شاء الله الرحمن المجموعه الاثنين هي اللي تصلحنا باذن الله. كابتن سيد، يعني انا مش عايز اعقب على اي شيء، كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من افراد المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي، عنده تعقيب على صوره اخيره في مشهد النهارده؟ زي ما قلت لك في تعليمات جايه من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ممنوع اي حد يتكلم عن اللقاء، ممنوع اي حد يتناول اللقاء، ممنوع اي لعيب يسجل او يدخل في مداخله او يعمل حاجه على السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي اللي هو فيسبوك والحاجات الثانيه انا ماليش فيها والله خالص، ما عنديش حاجه، مع ان في حاجات مكتوبه باسم لكن انا مش انا خالص ده يعني. لكن في تعليمات زي ما قلت لك للجهاز الفني والاداري واللاعبين من كابتن محمود الخطيب، ممنوع منع باتر حد يتكلم عن اللقاء ولا يتناوله في اي وسيله اعلاميه. خلينا يعني النهارده مستعدين، انا جمعت الفرقه بعد صفاره الحكم على طول وقلت لهم الكلام بتاع كابتن محمود الخطيب، وقلت لهم كمان ان لازم نقفل الصفحه خالص ونتكلم في نتكلم في سان داونز، نتكلم في فعاليات سان داونز، نتكلم في مباراه سان داونز، نتكلم في مدى رغبتنا وحماسنا احنا وجمهورنا وادارتنا لعبور اللقاء باذن الله. شكرا ان شاء الله في مباراه سان داونز ونبارك ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن اسلام، كلام مهم ولقاء مهم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، قال فيه الكثير من الامور. نقول مبروك للنادي الاهلي على الفوز النهارده على فريق نادي الزمالك في القمه 119، ارتفاع رصيد النادي الاهلي للنقطه رقم 48، يغرد دايما النادي الاهلي في القمه منفردا. هنبدا من جديد يا كابتن اسلام، صفحه جديده ومباراه جديده، مباراه سان داونز نبدا الاستعداد ليها اللي بدا استعدادنا ليها من النهارده، من التقسيمه النهارده اللي كانت على ارض استاد القاهره. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، مباراه مهمه جدا، ننتظر وجود جمهور النادي الاهلي اللي هيكون هو العامل واللاعب رقم واحد للنادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي في مشواره. كابتن اسلام، كلمه تعود اليك مره اخرى.